قلت انا السيرفيس ديال نقل المدينه شويه عيان شويه محنسه فهمتي. الا كانت تجي شركه فرنسيه من الاحسن تجي بحال دير بحال الطرام تصايب ليلين من البداية عاوتاني ويشوفوا فين كاينين المشاكل البلايص اللي ما كيوصلوش لهم الطوبيسات بحال هكا يقدروا يسهلوا على المواطن المغربي كيفاش شي وسائل ديال النقل كيفاش تكون متاحه فتكون امن يكون الكاميرا يكون الجيشي داخل يكون كونترول ويكون مثلا حدا لا يجي يقطع لك ورقه ماشي مثلا فين يطلعوا الناس الطوبيس يكون مزاحم كل واحد يشد بلاصو كل واحد ياخذ تشيكي في يديه ويكون داكشي اوروبي فهمتي المغاربه ما كيفاش معاهم السيستم اوروبي راه هذا هو اللي كاين مزيان يمشيو علاش يمشيو كي كتبيري من هاد شي شركه اخرى جديده كل شيء كاميرا كل شيء كل حاجه تكون شفره تنمو تركب ممكن تكون امن هي بصراحه من الاحسن تبقى وكانت شركه اسبانيه ما عرفتش شنو هما الميزات اللي فيها باش تكون في الكليما باش في الصيف ولا مشى البحر فيها خير شنو مازال صافي بغيتي الكليما صافي ولعله خير لعله خير تموت يا عمو مزيان هذا مزيان اول حاجه يكونوا موفرين للناس اللي احتياجات خاصه باش يكون ساهل في الصعود ديالهم قادر ساهل ثاني حاجه يكونوا يعني يكونوا مزيانين يكونوا مزيانين يعني في الطريق يعني كادر نضل عارف هادشي المغاربه خاصهم حتى هما يكونوا تهلاو في هذه الوسائل النقل بالنسبه للفسخ ديال العقد ديال الشركه ديال نقل المدينه مع السلطات المالية انا كنعتقد بانه راي صائب لان الشركه في السنوات الاخيره ما شفناش منها شي خدمات اللي جيده جدا بل مجرد حافلات مهترئه حافلات دون مستوى كاين اكتضاد واحد المستوى ما كيتصورش وبالتالي احسن قرار اتخذ من طرف المسؤولين هو الفسخ ديالهم ديال العقد مع هذه الشركه هذه وكنتمنوا بلي الشركه اللي غتبدا خدامه دابا تكون شركه في المستوى وشركه كتراعي الاساسيات ديال الركاب من كراسي مريحه اللي غنقولوا حنايا السائقين يكونوا يتهلاو فيهم واحد شويه باش حتى هما يكونوا خدامين بواحد الشيء من الاريحيه ما يتكرفصوش يعطيوهم الحقوق ديالهم كامله وكنظن بلي الا كان هذا الامر بهذه الطريقه راه غادي تمشي امور مزيان قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.